حلوة مو يعني ما أقدر أوصفه. الموصل شاهدت أنها عبارة من جوهرة، هاي الجوهرة من تقع تثرم أو تتقشم. أسع الموصل هالشكل. أول شي شوفين ناس عزيزة عليك فقدتيهم، هاي ثمن تجينا على بيت صار له سنين تعب لما ما بناه وقف ثواني راح. ضربت صاروخ وصاروخين ضربت بيت جيران، ضربت البيتون مال جيراننا وضربت بيت لي غادي، وبس اكثر شيء احنا الحاديه. فحاولت تطلع على المنطقه حتى المنطقه اللي فوق مالنا، فجو الدواعش قالوا نشوف شافونا انا وعائلتي وشالين شنط على مود، قالوا تريد تنهزمون على الرواق ولا تريد تنهزمون تروحون تاكلون وما ادري شنو من فجو خلى المسدس براسي حتى يذبحني وقدام عائلتي المنطقة. فالتموا علينا وقالوا هذا بيتهم انقصف وقع وهذول ما يريدون ينهزمون بيتهم هنا بيت قرايبهم تقعدون ادعمهم، فاقتنعوا بهذا الحكي وتركونا. لا يستاخرون ساعة ولا يستخدمون. ايه انا يدقون علينا الباب انا فلان، اقول لهم لا يا بروح على ولدي والله قبل داعش لا والله بطلت من عميت والله هي صعبه علي، لكن شو جو داعش وجو ما ادري شنو التلفزيون تعرف انت يعني، ومشينا له الحمد والشكر. جت هاي المنظمة سجلتنا، سلمت يعني 3 دفعات، أول دفعة اشتريت مواد غذائية، اشتريت ملابس الولادي، سحبت لنا كهرب، أسست البيت، فضل يعني ظل عندي فلوس، فتحت هيجي مشروع صغير بالبداية، يعني لبيتي والأطفالي، ثاني تسلمة وسعت المشروع. أول مرة يعني جاي من التحرير يعني بعد جديد وكلها فرحت يعني حتى قلت لك انت ارقص. استلمت اول مرحله واول وجبه انطيت لابوي قسم منهم، قسم للدين وفيت بيدي، انطيت من الدين قسم وقسم اشتريت لي بيه سكل طبقتين. اطفالي مدرسه درس اطفالي يعني معيشه طيبه للاطفال. الدفعة الأولى ما وفيت كل الديون، لسه عندي بس هذا البنيات ما اشتريت. والله فرحت. والله أتمنى يتوظفون ودي ويعيشون عوائل. إيه سويت لي مشروع يعني الحمد لله أنا مرتاح يعني به. إيه. فأني ما عندي يعني أحد معين، الله المعين. فهذا المشروع يعني عاني كثير. إيه. هالأيام كانت تحسسني إنه عاجزة. ثلاث سنين ولولا يعني هاي المنحة 480 يعني أطفالي حتى مدارس ما يشوفون. يعني شو أوصف لك؟ يعني حتى أطفالي تعودوا مني مثل أحد يقول لهم شلونكم؟ يقول لهم الحمد لله زينين محتاجين شيء؟ لا أمي ما مخلي علينا قصرة.